فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها قضاء من رمضان وقد نوت أن تقضي في الشتاء إن شاء الله، وهي حريصة على صيام النوافل، فهل لها أن تصوم 9 والـ10 قبل القضاء؟ القضاء الموسع لا بأس أن الإنسان يتنفل قبله، وإن كان الأولى والأفضل المبادرة بالقضاء وتفريغ الذمة منه، لكن ما نقول ما يجوز وهو موسع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.